مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقه جديده من حلقاتنا اللي بنتكلم فيها عن امور بتهم المواطن العربي في المهجر. اليوم حنتكلم عن معادله شهاده الكهربائي في كندا، كيف تاخذ اللاينسز تبع الكهربائي. طبعا هذا موضوع يمكن كثير ناس ما بيحكوا عنه، حتى في مؤسسات الهجره والمؤسسات الكبيره، لانه يمكن بيعتبروه انه مش زي مثلا غيره من المهن، لكن هو فعلياً أحد المهن الريجوليتد في كندا، بما معناه الناس اللي ما بتعرف اللي بيجي على كندا في بعض المهن لازم يكون معك ترخيص عشان تزاولها، في بعض المهن تحتاج ممكن تزاولها بدون ترخيص. بما معناه أنه في مهن مثلاً أنك تعمل construction أو بناء ما بتحتاج إلى ترخيص، لكن الكهربائي اللي بيشتغل في السباكه زيه زي الطبيب بده ترخيص من قبل مكان معين في المقاطعه اللي بيشتغل فيها، وللعلم اللي بيشتغل في مقاطعه انتاريو ترخيصه بيختلف عن اللي بيشتغل في مقاطعه كيبيك، ترخيصه بيختلف عن اللي بيشتغل في مقاطعه البرت. عشان هيك اليوم بدنا نحكي مع واحد زي ما بيحكوا انه اسال مجرب ولا تسال طبيب، صديق عزيز وأخ بنعتز فيه، قصة فعلا مفخرة، الأستاذ أنس الخباز. أهلا وسهلا فيك أستاذ أنس. أهلا وسهلا ومرحبا، أهلا دكتور جمال. أنس سوري، إجا على كندا مع قبل حوالي 3 سنوات ونصف، حضر إلى كندا بدون أي لغة، لغته كانت الإنجليزية بسيطة جدا جدا، وطور نفسه، اشتغل على حاله، عادل او قدر يحصل على المزاولة المهنة، والان بسموه electrician with red seal، يعني معاه الرخصة وبقدر يشتغل الشغلات الكهربائية اللي بدها ترخيص، وفتح بزنس خاص فيه. يعني انا بحكي انه اخونا انس هو عبارة عن مثال يحتذى به للجميع، شخص فعلا عانى في البداية زي كل واحد بيجي، لكنه هو عانى مرتين باللغة وبطريقة معرفة المعلومات. فإحنا اليوم عن طريق الأستاذ أنس حنوصل كل المعلومات أو الطريق اللي مر فيها عشان نقدر نساعدكم إنكم تتخطوا بعض العقبات اللي واجهت أنس. فأهلا وسهلا فيك أخونا أنس. أهلا وسهلا، شكرا كثير على هالتقديم، أنا عاجز عن الشكر حبيبي. أو تفضل. أو أولا طبعا شكر لله، وبنشكر الدكتورة ربا اللي عرفتنا عليك، وأتوقع أنه في بعض في عندنا ما شاء الله عدد كويس عم بيحضرونا لايف، إذا عندكم أي أسئلة ممكن تسألوها عن طريق الكومنت اللي موجودة، وبنتشرف برضو أنكم تتواصلوا معنا بأي طريقة. أستاذ أنس عرفنا بحالك أكثر، أنت أنا حكيت شوي أنك إجيت قبل 3 سنين ونص، بس حكي لنا عنك، عائلة، ما عندك عائلة، من وين إجيت؟ اسمي أنس خباز، أنا من دمشق من سوريا. طلعت على لبنان بأول الأزمة تقريباً، وضليت بلبنان فترة 4 سنين، بعدين جيت لكندا لهون تحت ضمانة جروب اوف فايف. متزوج، عندي 3 أولاد، 7 و5.5 و4 سنين هلأ. طيب أنس الله يحفظ لك إياهم وخلي لك إياهم طبعاً. في الأخ حسام بسلم عليك وبقول أنس إنسان متميز ولي تجربة معه ممتازة جدا، بنرحب حسام وبنشكره. أنس طبعا في النهاية إحنا هنحط لكم تلفون أنس إذا بدكم تتواصلوا معه تستخدموا خبراته، بدهم يسوي لكم إشي كهربائي ممكن برضو تتواصلوا مع أنس، خاصة اللي عايشين في منطقة أوتوا أكيد راح يخدمكم ويعطيكم أسعار جيدة. أنس وأكثر من هيك، إذا حدا لازم أي مساعدة بالنسبة ليقدم يصير يقدم الترخيص بده يعرف البروسيس، أنا جاهز للمساعدة، يعني قدمت المساعدة لأكثر من شخص والحمد لله واحد منهم صار سيرتيفايد الآن. طيب أنس، الخطوة الأولى طبعا لما إجيت أنت على كندا لغتك الإنجليزية أنا اللي فهمته ما كانت كويسة.
أنا قبل ما أجي على كندا كنت أفكر حالي بحكي إنجليزي صراحة. إيه. وقت اللي نزلت بالمطار بتورونتو كانت صدمة كبيرة جدا جدا فوق ما تتصور، يعني حتى القواعد الأساسيات بالإنجليزي اللي هي الهي والشي والإث ما كنت، يعني هن اللي بيحكوا بيحكوا بسرعة فائقة جدا، يعني حتى هدول الكلمات ما كنت ألقطهم يعني، بقى لذلك كانت صدمة كبيرة جدا. عملت الاسسمنت تبع اللانجويج وطلعت 2 اظن 8 مستوى اللغه تبعي. 2 من 8 اوكي 8 نعم. وبلشت بالاي اس ال مباشره انجلش از سكند لانجويج ودرجت فيها لحتى وصلت للمستوى 5 وبفضل الله اجتزتهم بفضل بحوالي سنه وشهر وصلت لليفل 5 ومن بعدها بلشت بالمعادلة الخبرة تبعي تبع الكهربائية. طيب هل واجهت صعوبات؟ هل أنت ومرتك كنتوا تدرسوا إنجليزي ولا بس لحالك كنت؟ الصعوبات صراحة كبيرة جدا، بس بدها مسابرة وبدها شوية جهد. زوجتي كانت تدرس إنجليزي معي بنفس الصف. أول فترة كنت أدرس أنا لحالي بارت تايم، زوجتي ما كان إلا كانت على الويتنج ليست ما كانت تدرس ابدا، بعدين انضمت الي لنفس الصف ونفس الليفل كانت الحمد لله وكملنا سوا لحتى وصلنا لخمسه. هي لهلا تدرس بالادولت هاي سكول وان شاء الله بقي لها سمستر واحد وتخلص ادولت هاي سكول تاخذ ال شو بيقولوا بكالوريا نعم yeah. ان شاء الله الثانويه العامه نعم. طيب قبل تفضل قبل ما نبدا بموضوعك خلينا نحكي عن الادلت هاي سكول بما انك صار عندك خبره في الموضوع. في ناس بيجوا خاصه اللي يجوا من مناطق ما عندهم شهادات ما قدروا يحصلوا شهادات، فاحكي لنا شوي عن الادلت هاي سكول للي ما بيعرفها. الادلت هاي سكول هي مدرسه مثل المدارس العاديه، ولكن الفرق فيها انه هي للكبار، يعني اللي اجتازوا العمر المحدد للدراسه 18 فوق 18، احيانا فيها تينيجرز يعني بين ال 15 وال 18 بس كمان بيكونوا مجتازين المرحله تبعهم، يعني لازم يكون مثلا صف 11 بيكون حاطينه لازم بيكون هو طالع من التاسع وبده يكمل دراسه بيرجع لهنيك بيكون عمره مثلا 16 17 تارك له سنتين ثلاثه بيكمل هنيك وبياخذ الثانويه العامه. وانا هلا عم بدرس هاي ادولت هاي سكول صراحه يعني كمان. انت كمان؟ نعم هلا عم بدرس الهاي سكول. نعم ما شاء الله. فبعد الهاي سكول بتصير كأنك متخرج من كندا من الهاي سكول؟ صحيح نعم. هلا هي فيها مستويات الهاي سكول هون بالنسبه للادولت، يعني تحسن تدرس بس لتاخذ لتفوت للكوليج، وبتحسن تدرس مستويات اعلى اذا تفوت لليونيفرسيتي للجامعه تدرس بمستويات اعلى من الدراسه يعني كدكتور او مهندس. لازم مستوى لغه طبعا معين ولا ممكن تدرس في لغه؟ لا لازم لغه معينه، مستوى لغه معين نعم، غير مستوى اللغه في رياضيات وفي فيزياء وكيمياء بيعطوا كل شيء يعني. اوكي تدرس مواد بتدرسها نعم. بالليل ولا بالنهار عاده؟ هلا بالنسبه لي انا عم بدرسها مسائيه لانه بالنهار عندي شغلي كان عم بشتغل، بس اما في دوام صباحي ودوام مسائي. الدوام المسائي هو شورت تايم يعني حدود 3 ساعات، اما الدوام الصباحي بحدود 6 ساعات على ما اذكر، ماني متاكد بالضبط كم ساعه يعني، بس معنا يعني معنا اللي بيشتغل ما عنده حجه انه ما يروح على ويخلص دراسته. لا ابدا ابدا، حتى في مستويات المبتدئين بتلاقيها بالادوت هاي سكول بيقولوا لها اي او على ما اذكر اي او بعدين بي او دي او سي او دي او والتسلسل يعني. طبعا موضوع الهاي سكول هذا مهم جدا يا جماعه، خاصه اللي بده يدرس في كندا، اللي الدراسه مهمه جدا للحصول على شهادات خاصه الكوليدج، يعني ما بدنا نحكي انك بكالوريوس ولا دكتوراه ولا على الاقل انك تحصل على كوليدج لانها بتساعدك كثير على انك تتاهل لسوق العمل، بعطوك كل السيفتي كل الشغلات اللي بتحتاجها، فمش عيب انه نرجع ندرس من جديد يعني. وموضوع الادلت هاي سكول اللي حكى عنه انس اعتقد انه مهم جدا نعرف عنه
لأنه اللي جاي جديد على كندا وما بيعرف أو ما معه ثانوية أو ضاعوا شهاداته مش قادر يجيبهم ممكن يسوي هذه الأدلت هاي سكول ويستفيد منها. الأهم من هيك هي تعلم اللغة دكتور، اللغة هي أساس تواصل بالمجتمع هون. صح بنحسن نشتغل ونطلع مصاري بس إذا بنحكي مع العرب مع الجالية العربية، بس أما التواصل مع الكنديين مهم جدا لأنه بيفتح لك آفاق واسعة جدا وكبيرة جدا، لأنه مو بس جالية عربية موجودة هون، في جاليات من جميع أنحاء العالم بكندا، ولازم نحكي لغتهم لحتى نقدر نتواصل معهم ونحسن نحل أمورنا يعني. أنا بثني على كلامك وأعتقد أنه يعني في شغلة مهمة أنا كنت أحكيها دائما لكل اللي جايين جداد، مفتاحك في هذا البلد اللي هو مفتاحك اللي هو اللغة تبعتك. صحيح. إذا أنت بتقوي اللغة وبتعرف تتحدث مع الناس وبتعرف خاصة لما الموضوع يصير فيها your business وبدك تسوي customer how to، يعني واحد بيجيني لغته مكسرة الإنجليزي يعني أنا مش فاهم منه ولا هو فاهم مني، فكيف بدي أعمل معه بزنس يعني شيء مش معقول يعني. فأكيد اللغة هي مفتاح. بلس في مشكلة تانية أخ أنا يمكن نركز عليها اليوم اللي هي الجاب أو الفجوة اللي بتصير بين الأب وأبنائه. الأولاد بصير يروحوا على المدارس بصير يحكوا إنجليزي بصير لغتهم الإنجليزي تتحسن، فبتلاقي صار الأولاد فوق والأب والأم بعاد كتير عن أبنائهم، فبتسبب فجوة وكتير بتصير مشاكل لما يصير تينيجرز لا هو فاهم شو بيسوي الولد ولا هو عارف يحكي مع المدرسة. فأكيد تقدم نصيحة. كلامك صحيح 100%. أنا أولادي لساتهم صغار لسه ما واجهت المشاكل الكبيرة، بس بلشت لاحظها معهم، بس الحمد لله يعني الوضع لحد الآن تحت السيطرة. بس أما لو هلا كتير بيجي بيحاكوني بالإنجليزي، هلا أنا بحاول جدا إنه ضل قدر الإمكان أحكي معهم عربي، حتى لو حكوا الكلمة بالإنجليزي بعيد لهم إياها بالعربي عشان هني يتعلموا اللغة العربية طبعا. بس أما لو ما بعرف إنجليزي أنا ما رح أفهم عليهم، مع إنه لساتهم صغار 6 سنين 7 سنين، حتى ابني الصغير اللي عمره 4 سنين راح على مدرسة عن مدرسة الحضانة اللي قبل المدرسة، هلا بيجي بيحكي انجليزي مع اخواته بتقول هو كندي خلص صار له خلقان عم يحكي انجليزي ولغته منطلقة بالانجليزي. يعني العربي تبعه يعني لو ما انت ناتف سبيك عربي سبيكر ما بتفهم عليه يعني شو عم يحكي عربي. لذلك الوقت خطير جدا، ولازم ضروري العائلات وخصوصي اللي عندهم اولاد كبار 15 وفوق لازم ضروري هني يتعلموا انجليزي حتى اقل ما هنالك يقدر يحل مشاكله بالمدرسه الولد او مشاكله مع زملائه، وهذا شيء ضروري للاولاد بتضيع. سمعنا عن كثير، انا ما شفت بس سمعنا عن مجتمعات عربيه اجت لهون وصارت فيها مشاكل كثيره، ما راح اذكر شو البلد بالذات، وبس بسبب جهل الاباء والامهات باللغه العربيه باللغه الانجليزيه عفوا. يعني موضوع جدا مهم، واتوقع انه يعني من تجربه الاخ انس واعتقد كثير ناس يعني خاصه اللي لهم سنتين وثلاث اكتشفوا هذا الموضوع. بدون اللغه الانجليزيه يا جماعه لن تستطيع ان تقوم باي شيء، لا تقول لي راح تضلك على وضعك ما حيتطور ما حتقدر تطور حالك لا ماليا ولا اجتماعيا ولا فكريا ولا حتى يعني رح يصير زي ما حكينا في فجوة بينك وبين أبنائك لما يصير بالجامعة أو بالثانوية ويصير يحكي إنجليزي كويس وعنده أصحاب ولا أنت عارف تحكي معهم، فهذا يعني نقطة مهمة. طيب أنس أنت خلصت اللغة، كيف بديت تفكر؟ أنت كنت كهربائي في 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 سوريا. هلا أولا أنا لسه ما خلصت اللغة لحد الآن عم بشتغل عليها، وإن شاء الله بوصل للمستوى المطلوب، وعندي هدف تاني إن شاء الله بوصل له إنه بدي أدرس فرنسي حتى كمان يعني. ما شاء الله يعني أنا قبل ما أبدأ أكمل أنس، أنا لا. جدا جدا مبسوط من شغلة إنه إحنا اخترنا الشخص المناسب. أنا صراحة يعني نادرا ما نستضيف أحد 100% يجي ريفيوز ممتازة. بدي أقرأ لك شوية. الأخ أنس من حسام بقول لك أخ أنس
إنسان متميز ولي تجربة ممتازة معه. نعم. الأخ عصام بقول لك يعطيك العافية أنس، من جد وجد، فخور فيك يا صديقي. شكرا يا عصام. الأخ حسام السمان بقول لك المهندس أنس خلوق، مجتهد، متميز بمجاله، يقدم حلول مبتكرة في مجال الأعلام الأعمال الكهربائية. الأخت خولة بتقول لك يسعد مساك، يسعد مساكي. عبد الله بقول لك برافو أنس، أنت إنسان متميز لديه خبرة كبيرة في مجاله، نفتخر بصداقتك ومعرفتك. الأخ بثاء، هذا الإصرار على الاجتهاد والتفوق. الأخ سمير بقول لك المهندس أنس محترم جدا، ربنا يوفقه، شاب لطيف جدا، مجتهد ومثابر، رغم تحصيله العلمي العالي في سوريا لم يكن لديه أي تردد أن يبدأ مرة أخرى ويستمر من الأوائل في أوتوا. أنس مثال للأخلاق والأمانة. شكرا. حسام بقول لك ما شاء الله عليك أخ أنس، فخور بصداقتك. يعني صراحة أنا مبسوط، أنا مبسوط أني استضفت الشخص المناسب. شكرا كثير، شكرا كثير، أخجلتوني والله، أخجلتوني. بتستاهل، بتستاهل. بقول لك حتى محمد بقول لك من المتميزين والمثابرين، وفقكم الله. شكرا لكم كثير انكم عم تحكوا لنا عن أنس، وفعلا هذا بزيدنا إصرار نسمع من أنس. تفضل أنس، أنت كنت تحكي شو كنت تسوي بسوريا؟ بسوريا كان وضع جيد الحمد لله، وشغلي ممتاز، رغم أنه كنت عم بدرس كنت بشتغل بنفس الوقت، وخلصت تعليمي وما استفدت من دراستي شيء، كملت بمجال شغلي ذاته يعني، وطورت والحمد لله واموري كانت ماشية. عندي كان أساس الشغل هو بالمفروشات، بالنجارة مثل ما نقول بسوريا، بالديكور، بالمفروشات، طاولات، حتى أبواب، ديكورات، مطابخ، بكل هالمجال الإنجارة، يعني مجال واسع جدا بسوريا، لدرجة أنه بفضل الله وصلت أنه عندي شركتين نجارة. بهالأثناء وصلنا لمرحلة أنه ناخذ نحن تعهدات مثل مقاولات، يعني نمسك الشغلة من أولها لآخرها. بهالمرحلة اضطرينا نجيب كهربائيين، نجيب بلاطين، نجيب يعني من جميع المهن. بفترة من الفترات صارت مشاكل بيننا وبين الكهربجي، صار مثل انه مثل ما بيقول بسوريا صار يمسكك من ايد اللي بتجعك. يعني انه انا بدي هيك، لا ما بساوي هيك، لا تعطيني هيك. هذا حفزني كثير انه ادخل بهالمجال. رغم انه انا كانت خبرتي كثير بسيطة جدا بالكهرباء بهذاك الوقت، بس طورت حالي وسألت عاد مع رفقاتي زملائي وسألهم شلون هي بنساويها وشلون بنعملها، احيانا نروح معهم نشوفهم شلون شاغلين، واشتغل نفس الشيء، والحمد لله بلشت تعلمتها منيح، وصارت التحديات هي اللي تطورني، مو يعني ترغمني على التطور. يعني مثلا نشتغل مثلا بفيلا بده مثلا ريب التنقيط عن طريق الكهرباء، عن طريق تحكمات. هلا اول شيء كان تحدي كبير لي انه ما بعرف عنه شيء ابدا. بلشنا نسال ونبحث عن الموضوع، وفي استاذ الله يذكره بالخير، ما بعرف هلا هو وين، قعد معي وشرح لي الامر كثير 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 بكل بساطه، اعطاني تفاصيله ونفذته ونجح الحمد لله. هلا شوي شوي صارت التحديات هي اللي تجبرني اني اتعلم اكثر، اشتغل اكثر. عفوا، سلام. لحد الحمد لله صارت عندي خبرة كبيرة بمجال الكهرباء، وصلنا نستلم مشاريع كبيرة الحمد لله. هذا الوضع بالنسبة لسوريا. هلا بلبنان تطور الوضع أكثر، يعني فتحنا اشتغل مع شخص هو كان عنده شركة، وطورنا هالشركة لحتى صارت يعني نشتغل لمنظمات عالمية مثل الأمم المتحدة. يعني مباني الأمم المتحدة بلبنان، في مبنيين ببيروت، مبنى بزحلة، مبنى بصور، مبنى بصيدا، ومبنى بطرابلس. هدول 6 مباني أنا عملت لهم أبجريد كلهم، يعني من تحت مثل ما بنقول له الاتي اس اللي هو القاطع الرئيسي تبع البناية، لحتى في شداتها تبع الانترنت.
غيرنا السيرفرات وغيرنا الكهرباء وغيرنا حتى السيرفيس تبع البناء كله غيرناها وعملنا كوميونيكيشن بيناتهم. هاي الشغلة كمان فادتني كتير بمجال الاتصالات، تعلمت شلون نوصل الفايبر أوبتيك وشلون نطور الاتصالات ونعمل شبكات بين الأبنية وبين بين حتى المدن. حتى كلها خبرة يعني، ما في كان دراسة لا 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 طبعاً. بعد ما خلصنا من هاي هلا جتني السفرة على كندا لهون، هلا حكوا معي الكفلاء هون وقالوا لي إنه شو بدك تشتغل؟ قلت له أنا عم أشتغل هون بالكهرباء، يعني إذا بشتغل بكندا بدي أشتغل بالكهرباء. قام شرحوا لي هن الوضع إنه لازم تكون سيرتيفايد هون، بدك تكون معك شهادة لتشتغل بالكهرباء. الوضع قالوا لي إنه الوضع مو سهل ولكن هو مو إنه مستحيل يعني. هل أحبطتك هاي الجملة إنه لازم يكون في سيرتيفيكيشن وامتحان و... هلا بالأول لا صراحة أبدا. هلا بلبنان ما بعرف إذا بتعرف الوضع هناك، نشتغل حد 10 ساعات أحيانا 12 ساعة باليوم، كان الوضع صعب بلبنان تقريبا يعني. إذا ما بتشتغل هالفترات يعني ما تحسن تعيش بكرامة، أو بدك تمد إيدك لحدا أو تعتاز حدا يعني. الحمد لله ما اضطريت للموضوع ابدا يعني، بسبب طبعا الجد والمثابره والعمل الدؤوب. بعد منا اجت السفره حكوا معي الكفلاء ونسقنا الامور كلها على اساس انا بعرف انجليزي، ما حضرت حالي وقالوا لي عن شهاده الكهرباء انه تكون سيرتيفايد الكتريشن هون لحتى تشتغل بالكهرباء. ما اخذت الا ذات اهميه زياده اول شيء طبعا. بعد لي صرت لكندا وتفاجأت باللغة، وأول شيء اللغة هي صدمتني أكثر شيء، بعدين جمع المعلومات لحتى عرفت شلون بصير سيرتيفايد إلكتريشن. كان جمع المعلومات صعب جدا جدا بالنسبة لي لأني ما كنت أفهم عليهم شو عم يقولوا. في مركز الـ YMCA معروف بأوتاوا، تصور يعني يمكن 10 مرات رحت له، انا ما احكي كنت انجليزي معهم ابدا، يحكوا حاكوني ما كنت افهم عليهم. اول مره رحت جابوا قد ما هلا ما وصلوا لمرحله الياس، بس اما ما كان يفهم علي ابدا. بالاخير سالوني شو بتحكي، قلت له عربي، دوروا على شخص بيحكي عربي بالمنظمه هناك. جابوا لي، شافوا الاصرار، شافوا انه انا بدي يعني اصلا، ما انه جاي العب، ما انه جاي ضيع وقت. جابوا لي واحد بيحكي عربي وقعد يترجم لي كل شيء بالعربي الانجليزي وانجليزي عربي. المهم الجوب ديفلوبر اللي كان معي اعطتني اوراق قالت لي اقراهم وهي الطريق لحتى تصير الكتريشن. هلا انا اخذت الاوراق رحت قريتهم بالبيت اول مره، رديت رجع بدي اسالها سؤال ثاني، قام رديت اعطتني نفس الاوراق، رديت اخذتهم قريتهم. هذه المرحله دامت شيء 10 مرات يعني، كل ما 10 مرات كل ما اروح لهنيك تعطيني نفس الاوراق. هلا الموضوع انا ما وصلت لمرحله الياس، اما بس اما وصلت مرحله انه كل مره بتعطيني نفس الوراق نفس الوراق، بدي شيء جديد. طلعت انا مالي فهمان شو هن الوراق، المشكله فيني مو من عندهم يعني. بالاخير فهمت شو الوراق نوعا ما، مو كامله يعني. وبلشت انه طب احكي لنا عشان ما يغلط واحد نفس الغلطه وما يضيع نفس الوقت، ايش كانت في الاوراق هاي؟ شو هي الاوراق؟ هلا هي اذا في اسم في ابلكيشن اسمه تريد اكويفالنسي اسيسمنت. هذا الابلكيشن بيقول لك حسب حالتك انت بكندا بدك تتبع طريق واحد او اثنين او ثلاثه، يعني في منهم سيلف امبلوي او ريفيوجي. انا بعثت اللينك لحضرتك ما بعرف اذا موجود عندك. حطيته على اللايف. نعم. هلا بشرح لك بكل الاحوال ان احنا شو حسب انت موقعك بكندا او الحاله تبعك بكندا بتحسن تعمل هالبروسيس، بتحسن تكون مثلا سيلف، اذا انت سيلف امبلوي كنت بدك تقدم 1 2 3 من الاوراق، بعدين بدك تقدمه لانتاريو كوليج اوف تريد، اذا عملوا لك ابروف بتحسن تقدم الامتحان. هلا هذا الحكي كل شيء لكل تريد بده ريد سيل، اما اللي ما بده ريد سيل معالجه تانية ما بده كل هالبروسيس يعني. اما الريد سيل له بروسيس طويل جدا. ممكن تشرح لنا شو الريد سيل عشان ما
الريد سيل هو ختم بتصدره أونتاريو كوليج أوف تريد لكل ريجوليتد unregulated trade، يعني كل مهنة لازم تكون أنت في معك شهادة، لازم هي الشهادة تكون مختومة بالختم لونه أحمر، مشان هيك اسمه ريد سيل على شهادتك. هاي الختم بتحسن يعني بتصرح لك أنت تشتغل بكامل كندا ضمن هاي الشهادة ما عدا كيبك. كيبك إلى معالجة أخرى هلا، بس أعمل لها qualification بكيبك، بدها بروسس ثاني لسه ما دخلت فيه، واللغة الفرنسية أكيد، واللغة الفرنسية طبعا. هلا هذاك ما بعرف عنه معلومات زيادة لسه، لأني ما بلشت بالبروسس. أما الريد سيل إذا معك شهادة فيها ريد سيل، أنت مصرح بالعمل ككهربائي إذا كان ريد سيل كهرباء بكامل كندا، بكامل أراضي الكندية عدا كيبك. طيب أنس، أنت أخذت هاي الأوراق، قرأتها أكثر من مرة، إيش سويت؟ إيش الخطوة الثانية؟ هلا كان أول شيء بدي ساوي سيلف إمبلويد، المرحلة سيلف إمبلويد حسب شغلي بلبنان. هلا بلبنان ما تعاونوا معي للأسف الشديد، اضطريت إني أعمل كروفيوجي، أقدم أوراقي كروفيوجي. هلا أنا كروفيوجي بدي السلف إمبلوي لازم يكون معك وراء شهادات خبرة من الشركات اللي اشتغلت فيها، نعم، ولازم نعم. بفورم معين، في إلى لوجو معين، طبعاً بيكون الإيميلات موجودة، وبيكون رقم التليفون، كل الكونتاكت انفورميشن لازم يكون موجودة بالملف. هلأ بالنتيجة ما حسن أتواصل مع الشباب بلبنان، وأنا بكل الأحوال ورائي كلها مفقودة بسوريا، ما بسي من جيب منه شيء، البيت راح الأرض، ما بقى في منه شيء، في معلومات في الوراء تبعاتي وفي الإثباتات كلها. اضطريت أدخل على بروسيس اللي هو as a refugee. بالنسبة للبروسيس as a refugee لازم أكتب الإكسبرينس تبعي أنا كلها يعني. هلأ في فورم تاني اللي هو my application، والله نسيت شو اسمه، ثواني بس حطه للناس، حطه achievement glass and metal technician. نو ايه هذا هو صح، competency analysis profile. اوكي ايه هذا الفايل، هو عبارة عن مربعات، كل مربع فيه تاسك معين، بيسألوك إنه أنت بتعرف هذا التاسك ولا لا، بتعرف هل المهمة تساويها وتنفذها ولا لا. إذا بتعرف تنفذها بس تكتب الانيشل تبعك عليها اللي هو حرف وآخر أو أول حرف من الاسم أو أول حرف من الكلمة، وبتكمل. لازم تجمع فيهم حوالي مو حوالي لازم تجمع فيهم فوق 70%. إذا جمعت فوق 70% هي أول خطوة من خطوات التحسين تقدم فيها للريد سيل. أما إذا تحت 70% صار في بروسس تاني لازم تقدم عليه، لازم تكمل برنتسشيب، يعني تنزل كمتدرب وتكمل تدريب تبعك لحتى تخلص الساعات المحددة حسب التريد كإلكتريشن. بدي 9000 ساعة عمل. 9000 ساعة عمل في الماضي، مش في الانترنشيب زي بالاثنين، هون ولا هون كله مع بعض. مجموع. أوكي. هلا طبعا اذا عملوا لك ابروف للساعات اللي قدمتها انت، عرفت علي كيف؟ يعني اذا انا قدمت مثلا 6000 ساعه عمل وافقوا لي عليه، هون بكمل هون كبرنتس 3000 ساعه عمل ثاني بكملهم 3000. اما اذا ما وافقوا عليهم بدي بلش من الصفر، بدي هيك ساعه لحتى 9000 ساعه. طبعا بدي امشي حسب البروفايل، معبي انا والمدير تبعي كل خطوه بخطوتها، كل ما تعلمت شغله بدي يوقع لي هو عليها، بدي يوقع انا عليها. هذه المعالجة كهون بكندا. هلا بالنسبة لي أنا مريت عبر هالفايل كله وبلشت كل مهمة بمهمتها. هلا ما كنت أفهم أول شيء شو بيقصدوا منهم، قعدت مع مهندس كهرباء هون بكندا، وهلا أول شيء قريتهم كلهم، اللي فهمته فهمته، اللي ما فهمته حطيت عليه علامة، رحت لعنده قعدت أنا وياه، صرت أسأله عنهم، صار يفهمني كل مهمة شو هي. يعني أنا ما كنت أفهم شو بيقصدوا شو كاتبين.
كملت البروفايل كله وجمعت الحمد لله فوق 80 بعتقد من 100 كنسبة، وبعدين بلشت بالبقية البروسيس. بقية البروسيس وواحد من الطلبات اني انا بدي اكتب الاكسبيرينس تبعي، الخبرة تبعي بالتفصيل الممل، يعني بدي اذكر اسم صاحب الشغل، بدي اذكر عدد ساعات العمل، الموقع، شلون بلشت من وقت ما بنحط الخرائط ودراستها لحتى تحضير المواد والبضاعة اللي بدنا نركبها، وحساب اللود الحمل وكله شو بدنا نطبقه للنهاية لحتى تشغل الضوء وتشغل كل شيء وتقول لهم بالأخير أنا صرفت بهذا المشروع كذا ساعة عمل. هلا سجلت بحدود 12,000 ساعة عمل من كذا مشروع، بس هذا أخذ معي وقت طويل جدا طبعا بمساعدة أحد الأصدقاء ساعدني. اللي هي المشاريع اللي اشتغلتها في لبنان وسوريا. سوريا، نعم في سوريا. أوكي. طلعوا تقريبا حوالي 12,000 ساعة. أخذ معي وقت طويل كتابتهم بسبب لغتي السيئة يعني الإنجليزية، حوالي 6 شهور تقريبا لحتى اكتمل بس كتابة الخبرة تبعي. بعدين فتنا على تطبيق، على في عندنا ملف أخير اللي هو بدنا نقدم فيه الانفورميشن تبعي، معلوماتي، وندفع الفيز مشان معالجة الملف. بعدين نجمع كل ورائي اللي هن الملف الخبرة اللي كتبتها مع الفايل تبع المهمات اللي كاتب عليهم الانيشل تبعي مع البي ار بيرمننت ريزيدنت، كل شيء ابروف انه بيثبت شخصيتي. حتى لو عندي باسبور سوري بدي احط لهم صورته وابعث لهم اياه. وجمعت الملف كلياته. قديش دفعت هون يا انس؟ الفيز هي عباره عن 154 دولار. هي الرسوم لمعالجه الملف. هذا هي الرسوم المبدئيه. هلا هذا الرقم تقريبي، مالي متذكر بالضبط يعني اراوند، يا اراوند هذا الرقم. نعم. هلا بس انت على الرقم مزبوط لان موجود معي الملف كله. المهم بعت الملف على اونتاريو كوليدج اوف تريد، الموقع تبعهم باونتاريو بتورونتو عفوا. بعته بالايميل، حتى في عندك خيار انك تبعته بالميل، بس انا بعته بالايميل ودفعنا اونلاين وكل شيء رسوم. دخل الملف بالمعالجه. وقت اللي دخل بعد ما وقت هن عم يدرسوا الملف اتصلوا فيني من اونتاريو كوليدج اوف تريد. كنت مسافر من اوتاوا لتورونتو طالع بشغل لهنيك. بهالفترة كلها انا كنت عم بشتغل، يعني ما قطعت شغل ابدا. اشتغلت مع اول شيء وقت اللي بلشت، هلا هي قصة تانية معاناة الشغل ذكرني فيها احكيها، بس لانه ضروري ضروري جدا العالم تعرف الصعوبات اللي بيواجهها، ورغم كل هالصعوبات لازم الواحد يضل مثابر يعني. المهم اتصلوا فيني من انتاريو كوليدج اوف تريد، كانوا متفهمين جدا للغتي السيئه لمستوى لغتي. وضلينا على التليفون حوالي 3 ساعات. 3 ساعات؟ 3 ساعات بالضبط. نعم. هلا عرفتها عن حالي، تاكدت من شخصيتي اول شيء، وقالت لي انا حبلش معك بمراجعه الملف كله. قلت لها انا لغتي English as a second language، ما بحسن أحكي بطلاقة. قالت لي ما في مشكلة أبدا، بسألك سؤال وأنت بتجاوب وأنا بقول لك شو فهمت منك، إذا اللي فهمته صحيح بتأكد، إذا فهمته غلط بتصحح لي. لذلك ضلينا حوالي 3 ساعات على التليفون. فكانت كتير متساعدة معك. أبدا، جدا جدا لأبعد الحدود يعني. لذلك يعني على أنا داخلين التليفون 3 ساعات يعني فترة طويلة يعني. وهي ابدا ابدا ما اظهرت لا ملل ولا كلل ابدا. اوكي. المهم بعد ما خلصنا 3 ساعات نقاش، هلا الغايه من هالتليفون حسب ما فهمت انا يتاكدوا انه انت مزبوط الكاتب اللي عامل هالخبره، مو انه جايب حدا كاتب لك اياها وباعتها. فهمت شو مقصدي؟ اوكي. في مثل يعني هلا في نقاط سالت عنها دققت. هلا انا اشرح لها، احيانا هي تجاوبني انه انا هيك فهيك فهمت عليك، كانه هي عندها خبره بالكهرباء.
هلا انا لا مو هيك قصدي، قصدي هيك هيك يعني، مثل كانه وقت عم تجاوبني هي عم تعطيني ثغرات انه انت فهمان بالمصلحه مو فهمان، عندك خبره ما عندك خبره، يعني هي مصدقاك من حكيك بس بدها تتاكد من بعض الشغلات، بدها تقطع الشكل يعني. اوكي خلصنا معالج التليفون، قالت لي بالاخير انت كل ملفك جاهز بس بدي منك شغله واحده. قلت لها شو هي؟ قال بدك تعطيني اثبات انك انت بتعرف بالكود. قلت لها ما عندي اي اثبات ابدا. قالت لي بالكود. بالكود نعم. اوكي الكود تشرح لنا اياه لانه في ناس كثير يمكن خاصه القادمين جدد مش حيفهموا شو يعني كود. الكود هو القواعد اللي لازم تمشي عليها انت عم تشتغل بالكهرباء. هو الكتاب كبير جدا حوالي 1000 صفحه. بس اما مكتوب بطريقه، اذا انت بتعرف المفاتيح تبع الكتاب سهل جدا، بس للوهله الاولى اذا بتشوفه تتفاجئ يعني موضوع صعب جدا يعني الواحد يستوعب انه انا معقول بدي اعرف هذا الكتاب كله. ومو مطلوب من السيرتيفايد الكتريشن انه يحفظ الكتاب ابدا، المطلوب منه انه يعرف وين الجواب، لانه الاكزام هو اوبن بوك يعني الكتاب موجود قدام منك تفتحه طالع الجواب وبتجاوب. يعني انا بس اشرح شوي عن الكود. الكود مثلا شو تخن سلك الكهرباء، هذا كود اذا بدك تستخدمه في المنازل او تستخدمه في الـ في الـ في البزنس. قديش ارتفاع بريز الكهرباء، قديش يكون بعيد بريز الكهرباء عن المية مثلا، قديش يكون بعيد بريز الكهرباء عن بريز الكهرباء الثاني. مثلا بدنا نحكي كودز اللي هو يمكن الناس ما بتعرفها، لما بتحط سلك الكهرباء على الـ على الـ على الـ الـ الخشب فوق السقف لازم يندق بمسامير او مش مسامير يعني مثبتات بحيث انه ما تضله، هذا كله كودز اسمه، يعني هي عباره عن قوانين البناء في الكهرباء عشان يا انت مخالف يا انت معك تصريح، بس عشان نشرحها للناس عشان تكون واضحه. والكود مغطي كل الأمور، بسيطة جدا جدا مغطية والمعقدة جدا مغطاية. وأي شيء بتركبه إذا ما له ضمن الكود بيطلع تحت مسؤولية الكهربائي، ولو أخذت باس برمت يعني من الانسبكتر من المفتش بضل تحت مسؤولية الكهربائي. لذلك المهنة فيها مسؤولية كبيرة جدا، مو إنه خلاص صرت كهربائي انه ما بقى بدي الكود ولا بقى بدي اعرف الكود. هلا الكود دائما موجود معي بالسياره، انا كثير من الاحيان بضطر افتحه بس لاتاكد انه مزبوط انا اللي ساويته او اللي رح ساويه ولا لا، لانه بالنتيجه مستقبلا كلها بيرجع علي يعني اي خطا بسيط. اذا كان حملوني المسؤوليه الي تنسحب شهادتي يعني ما بقى احسن اشتغل بالكهرباء ابدا. لذلك الموضوع حساس ودقيق، ولكن هو سهل ما هو صعب، بس اتبع القواعد وبس. هذا هو الكود بشكل عام يعني الموضوع عن الكود. فسألتك عن الكود. نعم هلأ سألتني انه بدأ شيء يثبت اني انا بعرف شيء عن الكود. هلأ بمساعدة احد الاصدقاء بحثنا كتير وسألنا كتير، بالاخير وصلنا للينك منظمة بتعطي دروس بالكود. هلا في مستويات ليفل 1 2 3 حسب انت ما بدك. هلا سالت انا العالم هون، ما سالت اونتاريو كوليج، قالوا لي بما انه قالت لك انه ولو شيء بسيط عن الكود حيلا ليفل خود. قدمت على ليفل 1 هو دفعت فيز حوالي او رسوم حوالي 100 دولار 100 وشوي لحتى دخلت الكورس. الكورس عبارة عن 14 يوم تقريبي على ما أذكر يعني 14 يوم وهو أونلاين الكورس. وبعد ما تخلص الكورس في أسئلة ولازم يجيب فوق 70% لحتى تجتاز الاختبار. قدمت الكورس واجتزت الاختبار جبت فوق 70 ما أذكر قديش جبت، وبعتوا لي شهادة أني أنا اجتزت ليفل 1. هلا فدتك بالحديث وقت اللي اعطتني ابروف انه كل اموري انا تمام ناقصني بس الكورس تبع الكود، اعطتني ديدلاين شهر بس. قالت لي بهذا الشهر يا بتبعث لي الابروف يا اما بتسكر ملفك كله. هلا هون كان في ستريس في ضغط كثير قوي علي،
لذلك استعجلت بالملف. أنا الكورس أخذ معي 4 أيام كان منتهي، وكنت مقدم وأخذ الشهادة. بعدت لها الشهادة اللي طلعت لي من الكورس 2 أو 3 أيام، بعتت لي الأبروف إنه أنا مسمح لي أقدم الامتحان للكهرباء. إذا الكورس ليفل 1 كان كافي لك؟ كافي جدا نعم، بالنسبة لها إنه أنا بعرف بالكود. بعتت لي الأبروف إنه أنا بحسن أقدم الامتحان. هون بدأنا بصعوبة أخرى، هي إنك تدرس الكود. شلون بدك تتعلم الكود؟ سلامتك. صار في تحدي تاني إنه دراسة الكود واجتياز الامتحان. أنا وقت اللي عملت الليفل 1 الكورس، هلا مكتوب كل شيء تعديل. هو الكورس كان ليفل 1، هي بس عبارة عن تعديلات بسيطة بالكود، صارت بال 2015. وبعطوك القاعدة وقوانينها، والأسئلة كانت عن الكورس ذاته، يعني هو ما كان كبير كتير الكورس. أوكي. بس وقت اللي بلشت بدراسة الكتاب موضوع معقد جدا، لأني ما بعرف مفاتيح الكتاب. أخذت معي فترة طويلة لحتى فكيت رموز الكتاب، شلون كاتبينه، شلون اسمين السكشنات، السكشنز، وشلون ببلشوا القوانين. يعني مثلا أنا إذا بدي مد بيت، أول شيء شو بدك تساوي؟ بدك تعرف السيرفيس شو هي. لذلك أول سكشن وتاني سكشن بيحكي عن السيرفيس وعن اللود، كيف تحسبه. يعني هلأ إذا بتعرف، إذا واحد عرف كيف مفاتيح الكتاب، صار الكتاب سهل جدا. ولكن لحتى وصلت له النقطة، أنا مفاتيح الكتاب شو هي أخذت معي حوالي 6 أشهر. بسبب، نرجع نقول السبب، هي اللغة الضعيفة. لأنه قعدت اليوم حوالي 2 أو 3 ساعات لمدة، هلأ لحتى قدمت أول مرة الامتحان 11 شهر على الدراسة، كل يوم 2 أو 3 ساعات على حسب الوقت المتاح لي. كنت اشتغل وادرس بنفس الوقت كمان، يعني كان عندي فول تايم جوب، يعني مو بارت تايم. قدمت الامتحان، خلصت تقريبا، حسيت حالي شبه جاهز للاختبار. قدمت للامتحان، هلا بحق لي 2 مرات بالسنه الاولى بعد ما اخذ الابروف لحتى اكتب الامتحان. الامتحان في تورونتو؟ لا، الامتحان باوتاوا ببريستون ستريت. اوكي. قدمت للامتحان وعلى اساس انه انا جاهز، رحت قدمت الامتحان. كان الكود لسه مو مغير، لسه كود 2015. لسه عملوا له ابديت ل 2015 ل 2018، لانه كل 3 سنين بيعملوا ابديت للكود. اوكي. قدمت الاكزام بالكود 2015، بس للأسف طلعت نتيجة جبت 66%، ونتيجة الاجتياز الامتحان لازم تكون 70 وما فوق، يعني نزل حوالي 4 علامات. كانت صدمة كبيرة إلي نفسيا، لأنه هلا صدمة إنه لسه بدي أقعد أرجع أدرس ولسه بدي بلش من أول وجديد. صح. أخذت استراحة حوالي أسبوعين لحتى هديت ورتبت أموري بعدين مرة تانية، وحتى انطلق من أول وجديد. وكان في مساعدات خارجية، منها زوجتي بشكرها كتير، ومنها أستاذ مطاع كان له الدعم والفضل كبير جدا بكل هالأمور اللي مريت فيها. المهم بعد أسبوعين راحة بدأت من أول وجديد. حضرت وقت حسيت حالي جاهز، قدمت للاختبار، تفاجأت تغير الكود من 2015 ل 2018، لغيت عملت كانسل للامتحان ورسبت. ما دخلته؟ ايه ما دخلته، عملت كانسليشن للامتحان وبلشت بال 2018. هلا يعني وضع كثير معقد، كمان أزمة نفسية، أزمة، يعني ما بعرف شو بدي اشرح لك الموقف، كان كثير صعب علي. كمان بدأت مو من أول وجديد، يعني صرت جيب التعديل، درست التعديلات، جبت الكود 2018. بس الحمد لله التعديلات ما كانت كبيرة، كانت أغلب التعديلات بالسكشن نمبر 10 اللي هو الجراوندينج والباوندينج.
قريته كله ودققت فيه قدر الإمكان. لغة الإنجليزية صعبة كتير ولا لا؟ هي كلها مصطلحات. أوكي. مصطلحات يعني حتى الكنديان هون بده إذا ما بيعرف المصطلحات ما راح يستاهل الامتحان. يعني بحسب بقوله إذا بقى في الطريق بحكي مع واحد ولو كندي في مصطلحات بالكهرباء ما بيعرف شو معناتها لأنه مو شغلته ما اضطر إلى إيه. لذلك يعني لازم أنا أتعلمها وغيري يتعلمها إذا بده يكون سري فادي. يعني لو كنت كندي لازم أتعلم هالكلمات اللي بقلب الكود هي المصطلحات حتى أحسن إجتاز الامتحان. مهم درست 2018 أول وجديد، مو من أول وجديد، تابعت دراسته، شفت التعديلات، التغييرات ما كانت كتير كبيرة يعني معظم الرولز ضلت مثل ما هي. قدمت للامتحان تاني مرة. هلأ في فكرة كمان إنه بس نجيب أخذ مترجم معي على الامتحان إنجليزي عربي، بس طبعاً له شروطه ويعني ما لازم يكون مهندس، ما لازم يكون كهربائي، في شروط محددة يعني بحيث إذا أنا ما أحسن ما عرفت شو معنى الكلمة بترجم لي. وقدمت بالأول مرة وتاني مرة قدمت على إنتربتر على مترجم. أنت بتجيبه ولا هم بيجيبوا لك يعني؟ لا أنا بجيبه. أوكي أنت أنا هذا تدفع له أنت. أوكي. إيه وهلأ بس طبعا أنا بدي أعبي الفورم، هو بدي أعبي فورم من نبعته للمينستري للوزارة، والوزارة يا بتوافق يا لا حسب وضع الشخص، وعلى مبدأ بفوت أنا ويا على الامتحان. طبعا له شروطه، له ملف، له الفورم تبعه، كل شيء مستقل بحد ذاته. قدمت لل 2018، قدمت بأكتوبر 2019 على الامتحان والحمد لله اجتزت الامتحان، جبت 78% اللي هو 7-8 علامات فوق الفورم. قديش كلف الامتحان رسومه، رسوم المرة؟ رسوم الامتحان بعتقد 160 كمان بلاس تاكس او 150 بلاس تاكس هيك شيء يعني. المترجم هلا المترجمين كانوا اصدقائي ما رضوا ياخذوا ابدا. اوكي نعم. لازم يكون سيرتيفايد مترجم ولا اي شخص؟ لا اي عربي. اوكي اي شخص ما في ما لازم مضطر يكون سيرتيفايد، لازم مترجم محلف يعني او شيء. الشخص اللي انا بختاره انا برتاح له، بس نقدم له ملفه اذا وافقوا له عليه يفوت معي الامتحان. بيرفكت. إذا أنت خلصت الامتحان الكتابي اللي هو كان multiple choice يعني متعدد الامتحان كان هو عبارة عن 4 ساعات الامتحان بالنسبة لإنسان عادي كندي، بالنسبة لنيوكامرز مثل حكايتي يعني بيمددوا له يا ساعتين بيصير 6 ساعات، بيحسن يجيب مترجم معه. الامتحان هو عبارة عن 100 سؤال بالنسبة للكهربائي، اما بالنسبه للبلامينج عدده غير، كل تريد له اسئله، عدد محدد من الاسئله. بس تقريبا اخ انا تقريبا نفس البروسيجر بيمشوا فيه كل اللي ريد سيلد. نعم هلا 90% نفس المعالجه للملف كلياته. هلا بيختلف بالاخير شويه بعد ما تاخذ الابروفال من الانتاريو كوليج اوف تريد، بس اما تقديم الملفات وكتابه الملفات نفسه ذاته للكل يعني. اوكي. قدم الامتحان عبارة عن 100 سؤال بالنسبة للكهربائي. كل سؤال هن مقسمين 5-6 أقسام، 5 أو 6 أقسام. قسم بيحكي عن الوايرينج، عن تمديد، عن أسس التمديد الكابلات. قسم بيحكي عن السيفتي، قسم بيحكي عن الموتورز، محركات وكيفية تحميلها وتطبيقاتها يعني. في قسم بيحكي عن الاتصالات، عن الكوميونيكيشن والتحكمات. في ما بعرف شو الأقسام تانية نسيتها. وكل قسم من الأقسام، مثلاً قسم السيفتي لو 16 سؤال مولتيبل تشويس، بيعطوك السؤال وفي 4 خيارات إجابة عندك A و B و C و D. أنت بس بتعلم الجواب اللي هو مثلاً إذا B بس بتغمق النقطة اللي عند البي،
سهل جدا الامتحان اذا بتعرف الاجوبه الحل تبعه، يعني ما بدك تكتب انت، ما بدك تشرح انت. وفي عندك كمان في كتابين، هن كتاب للاسئله وكتاب للمخططات او الدياجرام. بيقولوا لك انه مثلا في سؤال مثلا ولنفترض رقم 40، بيقول لك انظر الى الخريطه او الرسمه رقم كذا، مثلا قال لي كم كابل لازم يكون بهذا التيب، هاي الكوندويت. انت بس بتطلع بتقول لهم مثلا حسبتهم طلعوا معك 8، عندك الخيارات مثلا 6 7 8 او 9. انت الجواب تبعك 8 بتعلم نمبر سي وخلاص حل الجواب. والتصحيح تصحيح كمبيوتر مو تصحيح يدوي، يعني وقت بنبعث وقت بنخلص الامتحان تنبعث الورقه على تورونتو، الكمبيوتر هو اللي بيصلح وبيعطي النتيجه. طيب خلصت الامتحان الان، انتهينا، نجحت، خلص ضن. خلصت ايه صار. هلا صفي بس مرحله واحده، انك تسجل شهادتك، تعمل ممبرشيب بأونتاريو كوليج اوف تريد وتدفع الرسوم. هلا بالنسبه للكهربائي هي ولا شيء، $60 بالسنه. بالنسبه للسيرتيفايد الكتريشن يعني اللي هو مجاز، اما بالنسبه للبرنتيس او الكانديديت هو اللي قبل تقديم الامتحان، اللي هو اجتاز مرحله التدريب وهو جاهز لتقديم الامتحان بس لسه ما ادى الامتحان، بسموه جورني بيرسون كانديديت. هدول كلهم عليهم رسوم، بس السيرتيفايد اللي معه شهاده عليه رسوم اللي هي $60 سنويًا. اوكي، هل لازم تشتري انشورنس لما تبدا تشتغل ولا لا؟ هذا الانشورنس مو علي مبدئيا، هذا الانشورنس على المدير تبعي. هلا انا صح سيرتيفايد الكتريشن بس ما بحسن اخذ مشاريع تحت اسمي، لانه بمنطقه اونتاريو والبرتا مطلوب منك تكون ماستر الكتريشن لحتى تحسن تسحب برميت لاي شغل بدك تساوي كهرباء. وانا انت لازم تشتغل عند حدا عنده ماستر الكتريشن. تمام، وانا لصير ماستر الكتريشن لازم اشتغل عند ماستر الكتريشن 3 سنين لحتى اقدم امتحان الماستر، بعدين بحسن بسحب برميت على اسمي. له امتحان ثاني. نعم، له امتحان ثاني ومختلف تماما. اوكي، طيب أنس، شو الاختلافات اللي شفتها بين مهنة الكهربائي في بلادنا ومهنة الكهربائي في كندا؟ هلا اختلافات شاسعة جدا بس بسيطة. يعني هلا بسوريا الكهرباء هي 220 فولت أو 380 فولت، ما عندنا التعدد الكبير اللي موجود هون. هلا هون بكندا عندنا 120 240 208 347، عندي 480 وعندي 600 فولت. هدول كل الفولتات متاحة بكندا، أما بسوريا بس عندي 220 أو 380 اللي هو ميني فيز وثري فيز، بهذا الموجود بسوريا. أما بالنسبة لكندا، في بدك تفهم بده واحد الكهرباء يفهم الخط شلون طريقة عمل الكهرباء لحتى يحسن يحلل شو الفرق بين عنا وعندهم. يعني هون بيقولوا له 120 سنجل فيز، بس بيفوت على البيت خطين موجب او حامين مثل ما نقول لهم بسوريا، كل واحد 120 بس الفرق بيناتهم 240. طب شلون بنقول لهم سنجل فيز وهن 240 فايتين خطين؟ عندنا بسوريا السنجل فيز هو خط موجب اللي هو 220 وخط صارب وخط صارب هو النيوتورك البارد مثل ما نقول بسوريا البارد. هذا في فرق كبير بين هدول اثنين. بس اما اذا واحد بيعرف شلون الكهرباء بتشتغل، شلون الموجة الكهربائية وشلون فرق الطور بين الموجتين او الدرجة اللي بين الموجة الاولى والثانية، بيعرف شلون بتطلع الفرق بين بالفولتج اللي هون صاير، شلون بتطلع 120 شلون بتطلع 240 وشلون بتحول ل 347 وهكذا. يعني هلا هي اول مثال على الاختلاف. الاختلاف الثاني، نحن عندنا بسوريا ما منبخش خشب ومد شريط، هون كشغل يدوي سهل جدا جدا. اما عندنا بسوريا شغل شاق، كنا نحفر بالباطون
ونقص بالصاروخ ونركب تياب بقلب الحيطان ونطين فوق منها ونركب علب بعدين سحب الشرطان. يعني هنيك المعالجة كانت طويلة جدا لحتى توصل للنهاية انه عربك جاهزة وشرطانك بقلب الحيط. بعد ان تكون شرطانك جاهزة بالحيط المعالجة نفس الشيء هون وهني، تركيب البريكرات وتركيب المفاتيح والبلقات نفس الشيء، المفاتيح والبرايز نفس الشيء هون وهنيك ما بيختلف شيء. اما المعالجة اللي قبل هي بتختلف كتير. هلا هون بالهاوسز اذا بدي اعمل له رف ان، بدي اعمل له السواد مثل ما نقول بسوريا، ماكسيموم بده 3 ايام بيكون خالص سواد. عندنا بسوريا اذا في عندي نفس حجم البناء بدي ساوي له السواد تبعه الرف ان، يعني اذا كان كونكريت وكان بلوكس بدي احفر فيهم بياخد حوالي 10 ايام. وقت كبير جدا بالمعالجه بين هون وهنيك بالنسبه للرف ان. اما بالنسبه لباقي المعالجة تقريبا نفس الوقت ما بتاخذ وقت. طيب الدخل هل تعتبر وظيفة الكهربائي في كندا وظيفة جيدة كدخل كمدخول مالي؟ نعم جيدة جدا. أوكي. يعني تنصح اللي بيجي ما يستنى ويعمل هذا لأنه راح يكون عليه عائد. أوكي. نعم أنا بنصحه أنه مباشرة يبلش، إذا معه لغة بلش بالمعالجة مباشرة. إذا ما معك لغة أو لغتك قدر الإمكان لمستوى 5 مينيموم يعني، بعدين بلش مباشرة بالمعالج. الفرق كبير جدا وواضح يعني للعيان، ما بده مين يقول يعني. طيب أنا بدي ريحك شوي ونبدأ نقرأ مع زملائنا، إذا حابب تشرب مية وتجيب كاسة مية خد وقتك لأن أنا حكيت كثير الله يعطيك العافية. طبعا محمد بقول من المتميزين والمثابرين وفقك الله، الله يوفقه يا رب، مثال مشرف للشاب العربي المتميز الصبور والجاد. الأخ سمير بقولنا شكرا، وبقول لك شكرا لك فعلا إنك أعطيتنا هذه الفرصة. دكتورة روبا بتقول أنس فعلا شخص متميز. نشكر السيد المحترم مطاع غميان أبو يامن الذي هو سبونسر وهو ساعده ووجهه وساعده إلى بر الأمان في كندا، وهو صديق البرنامج، بنشكره أهلا وسهلا فيه في كنار تي في، وهو عرفنا على ضيفنا الكريم. طبعا نتشرف فيه. أنا بهالمناسبة بتشكر أستاذ مطاع غميان جدا جدا، له فضل كبير علي صراحة. الفضل لله، الله يوفقه ويكون في ميزان حسناته يا رب. آمين يا رب. الأخ عادل بقول لك الأخ أنس مثال للشاب الطموح المجتهد والناجح، وفقك الله وسدد خطاك، أفتخر بصداقتك. الأخ سامر بقول لك والله والنعم من المهندس أنس. طبعا هون احنا حطينا الويب سايت تبع التريد. إشي عرفان بقول الأخ أنس مثال يحتذى به بالنشاط والتفوق وإثبات الذات، نرجو له دوام النجاح والمستقبل المشرق. يعني صراحة سامر بقول لك كل نجاح وتوفيق إن شاء الله. بشير ما شاء الله عليك يا أنس، أنا شاهد على مثابرتك وإصرارك من البداية رغم الصعوبات اللي واجهتك، أنا فخور جدا بنجاحك. رامي بقول لك حلال عليك يا أنس بتستاهل. حزاء يمكن بقول الله يفتح عليك أبواب الخير ولكل مجتهد نصيب، صدقت. سامر بقول بهنيك دكتور جمال على حسن الاختيار وعمله ومشاريعه تتحدث عنه أنس، كفاءة مثابرة مثابر جدا يستحق التقدير، اسمح لي أطلق عليه جمال الاختيار وبيشرفني أتابع قناتك. احنا بنتشرف فيك أستاذ سامر، نتشرف في كل من يتابع قناتنا لأنه هاي القناة لكم وليست لنا، يعني نحن هنا في خدمتكم وإن شاء الله نقدر نعطيكم ما نستطيع ونجيب لكم ناس يعني خبرات فعلا نفتخر بها. لما بدون مثال رائع يحتذى به، الله يوفقك يا رب لما، أهلا وسهلا فيك. ودائما لما من الناس اللي بنفتخر إنها بتكون بتتابعنا. الأخ أحمد بيحكي كل الاحترام والتقدير صديقي أنس تستاهل.
الأخ حسام مرة تانية، دكتور جمال إنسان متميز. لا إحنا أنا خادم لهذه الجالية وخادم لإخواني وأصدقائي، وبختار أشخاص متميزين. فعلا شخص متميز أنت يا أنس. شكرا يعني كثير صراحة. البوزيتيفز في الكومنتس تعطيني طاقة هيك. أسامة بقول لك يعطيك العافية، معلومات مهمة ومفيدة. الأخ محمد تميم يقول هذه القصة ملهمة وحقيقية وواقعية وصادقة، أتمنى أن أتواصل معك أخي أنس لبرامج أخرى. أكيد إن شاء الله الأستاذ أنس حيكون معنا. تسلم. لما بتقول لك والله برافو عليك، بعرف كيف عالم خافوا ويقدموا على هذه الخطوة وانت قدمت عليها فعلا يا لما، نحن نشد على يديك وبنقول برافو عليه. الكود دكتور محمد، أستاذ محمد بيحكي الكود يحتوي كل المعايير والقواعد الخاصة بالعمل وكيفية التركيب. صحيح صحيح. الأخ قاسم بيحكي الله يبارك فيك. صراحة يعني الأخ حسام بيحكي أنا تعلمت الكود مع الأخ أنس عندما جهز لي بيتي الجديد، حيث كان يشرح لي كل شيء وهو يعمل وبحب وطول بال، هو الذي دفعني لإخبار كل أصدقائي لاختيار أنس لأعمالهم الكهربائية. الكود الأخ سامر من مانيتوبا بقول لك الكود يحقق السلام والأمان، وعند تطبيقه إذا انقطع الفني عن العمل يمكن لأي فني مرخص آخر أن يكمل عمله دون مشاكل. صحيح. لما برضو بتحكي لنا برافو عليك رامي رشا، سوري، إنسان متقن لعمله. أنس عملت شي دورات هون بتخص دراستك؟ هذا سؤال. دورات بتخص دراستي؟ لا أبدا، ما عملت غير الكورس اللي هو إنه بيثبت إنه أنا بساوي الكود. عملت دورات ساعدتني لدخول سوق العمل، اللي هو برنامج اسمه Power of Trade بالواي ام سي اي، هلا كان ضروري جدا إلي وساعدني جدا. أخذت منه مثلا هلا أول شيء عرفوا على طريقة معالجة الملفي، كيف أقدم ورائي وجهزهم وساوي الريزمي، وكيف جهزوا لي ربعتهم لأنتاريو كوليج أوف تريد، هي واحدة من الشغلات. والأهم من هيك عملت Work at Heights، أخذت سيرتيفيكيت من عندهم، أخذت شهادة الويمس CBR. الويمس هاي مهمة جدا، اللي هي السيفتي. جدا جدا نعم، مهمة جدا كيفية التعامل مع مواد كيميائية ومخاطر. والWork at Heights يعني بس أقول لك لولاها يمكن ما حسنت اشتغل بهالشركة، هي الورك ات هايتس، لانه اغلب شغلنا بالمرتفعات وبنحتاج هاي السيرتيفيكيت كيف نحمي حالنا والسيفتي نكون سيف بالعمل. كمان اخذت من عنده 5-6 شهادات. هذول كلهم معظمهم مجانا في الواي سي ام اي؟ نعم بالواي ام سي اي مجانا. نعم هو كورس عباره عن اسبوع شهرين وفي بليسمنت، ما اذكر قديش قديش هو الكورس ابدا صراحه، يعني بجوز شهرين بجوز اكثر. المهم في كورس بعدين في بليسمنت عباره عن اسبوعين، بعد هالبليسمنت هن اذا عجبهم شغلك الشركه اللي عم تشتغل معها بتشتغل معهم، وهذا اللي صار. يعني في قصه مريت يعني سبحان الله، قصه بتجيب قصه. هلا خليني اقول لك اول شيء، على اول شغل اشتغلته بكندا وهذا ضروري يعرفوه. انت كنت تحكي لنا عن الصعوبات والشغل. يس هذا انا حابب القي نظره القي الضوء على هالنقطه، لانه ما بدي انه مثلا واحد ما معه لغه يخاف انه مثلا ما اعرف احكي لغه. اشتغلت مع شركه اسمها بلو برينت تشتغل بالكونستراكشن، اشتغلت اول شيء ك يعني عامل عادي عندهم، كنت عم بدرس بارت تايم انجلش از ا سكند لانجويج، وعندي وقت بالبيت اللي هو 4 ساعات 5 ساعات بس اشتغل فيهم. قدمت على الورد سكيلز، اعطوني وصلوني مع شركه اسمها بلو برينت، رحت اتفقت معهم على الشغل بصعوبه جدا وشغلوني عندهم بارت تايم. هلا اللي بدي ركز عليه انه اعطوني اعطاني المدير تبعي العنوان اللي بتروح بتلاقي شخص هناك اسمه مهم، بتلاقيه هنيك وهو بيقول لك شو تشتغل. هلا انا وقت اللي رحت دقيت الباب فتت، لغتي لساتها يعني انا لساتي مستوى 3 بلشت فيه بدراسه، كان صار لي بكندا حوالي 3 شهور او اقل. الكلمه الانجليزيه الوحيده اللي حكيتها هي الهاي بس، قلت له هاي.
هلا هو صار يحكي ويحاكيني انا ما افهم عليه شيء ابدا صفر، بس انا بطبيعه خبرتي بالشغل وقت اللي يحكي بيأشر لي انا اعرف انه مثلا هلا مثلا عم نركب طائر، بعد منا بدنا نركب نقلها بسوريا النعلات، بعرف اني هلا المرحله هيك، وقت اللي يحكي بيأشر اعرف انه هدفه انه نركب هدول، روح ركبهم، عجبوا الشغل ضليت معهم، ضليت معهم فتره طويله حوالي 6 شهور بارت تايم لحتى احسنت ادرس فول تايم انجليزي. بفتره من الفترات صار يحطني بالسياره، ما احسن تواصل انا اياه بالانجليزي، يحطني بالسياره ياخذني على موقع اللي شايف هذا الدك مثلا اللي صوره وخذ قياساته وياخذني على موقع ثاني، بعدين صوره واخذ قياساته على موقع ثاني اللي بدي مثل حكايته هون، جيب لي البضاعه والعده يحط لي اياهم بالارض ويروح، انا اصير روح واجي على الموقع حطهم طبعا ضب وكل شيء، روح اجي على الموقع لحتى انتهي، بس انتهي صور وبعث له الصور بالمسج. كان مبسوط جدا ومسرور جدا، وقت قلت له انه انا بدي اوقف شغل وبدي ادرس فول تايم انجليزي عشان اقوي انجليزيتي، قال لي بتجي بالوقت اللي بدك اياه، ورفع لي السالري تبعي او الساعه تبعي $7، ما راح اقول قديش المبلغ، كان مبلغ جيد، رفع لي الساعه تبعي $7 اللي تجي هو المبلغ الاساسي طبعا، يعني اذا المفروض كان يعطيني 20 اعطاني 27، فهمت عليك، بالساعه اللي بدك اياها بالوقت اللي بدك اياه، بس دق لي تليفون انا فاضي من كذا لكذا وتعال بقول لك وين تروح تشتغل. قلت له لا ابدا انا لازم قوي انجليزيتي، ورفضت العرض كله، وقال لي مستقبلا اذا حبيت نحن جاهزين. النقطه اللي بدي ركز عليها انه لو ما عندك انجليزي، انا اكيد من كل مين اجى لهون لكندا اكيد عنده خلفيه مهنيه، في شيء بايده بيحسن يساوي، في عنده يعني نحن ما كنا بسوريا قاعدين او باي بلد من البلدان، ما كنت قاعد انت ببلدك ما عم تساوي شيء، ما عم تشتغل شيء، ابوك عم يصرف عليه، اكيد كنا عم نشتغل وكنا عم نجيب مصاري وكنا فاتحين بيوت، وهون نفس الشيء، بنحسن نقدم، بنحسن نشتغل، بنحسن ننتج، بنحسن نعمر هالبلد كمان نساويها اقوى واقوى مثل ما كنا عم نساوي بلدنا، ان شاء الله بنرجع بنعمر هون وهنيك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. شو اصعب شيء واجهته بالامتحان؟ حامد اهلا وسهلا فيك حامد، حامد من الناس اللي بنفتخر فيهم، نابت الله يحفظ له ان شاء الله الشركه وقويه يا رب ان شاء الله يا رب. شو بقول لك اصعب شيء واجهته؟ هلا الاصعب شغلتين اللي واجهتهم هن بالاساس عندي فيهم ضعف، اللي هن الموتورز المحركات. هلا ما عندي مشكله بتوصيلها، بس عندي مشكله بالتحكمات تبعتها، لانه في انواع كثيره، في محركات تحريضية، في محركات خطوة خطوة، في محركات متزامنة، في كتير أنواع محركات، أنا هدول ما عندي خبرة فيهم أبداً. درست كتير لحتى عرفت بعض الأسس تبعهم وبنيت عليهم، هذا أكتر شيء كان صعب علي، والأصعب من هيك كانت اللغة، اللغة هي أساس كل شيء. يعني لو كنت بعرف لغة في كورسات أو في دروس كتير على اليوتيوب تشرح عن الموتورات وعن المحركات بشكل عام وكيف نشغلها وكيف نوصلها وكيف طرق عملها، بس انا ما كنت احسن افهمهم بالمية مية لانه لغتي ما كانت جيدة بالمية. الاخ سامر بسألك اثر الجو على العمل، هل الشتاء يقل فيه العمل عن الصيف للكهربائي؟ لحد الان ما حسيت بهالشيء، احيانا منضغط بالشتاء اكثر من الصيف. اوكي يعني ممكن انه كل الاحترام أخ أنس عصامي، وشكرا للدكتور دائما تحسن اختيار ضيوفك، نتشرف فيكم جميعا بالتوفيق إن شاء الله. من حمزة سامر بقول لك هل وصلت إلى مرتبة الجورنيمان؟ وقت بتصير وقت اللي بياخذ الواحد شهادة الكهرباء بصير جورنيمان، أما ماستر الكتريشن هي مرحلة بعد الجورنيمان، بده يكون دار يكون هو أول شيء جورنيمان شاغل 3 سنين مع صرت مع ماستر الكتريشن، بعد منا بيقدم امتحان بصير ماستر الكتريشن. صفا بنرحب فيها اهلا وسهلا فيها، بتقول لك ما هو اهم شيء تحافظ فيه على سلامتك وسلامه غيرك في السيفتي؟ يعني اعتقد اهم شيء تتبع قوانين.
القوانين المحطوطة، القوانين المحطوطة كافية جدا لحمايتك وحماية الآخرين. أما أي خطأ، هلا نحن واجهنا هالشيء بسوريا أو بلبنان كثير لأنه ما عنا قواعد سلامة بسوريا، يعني في في مرتين أو ثلاث مرات كدت إني أقتل يعني بخطأ كهربائي بسيط يعني. لذلك يعني اللي هي الكود صحيح اللي كنا نحكي عنها. نعم، حتى هلا في في كورسات خصوصي للسلامة الكهربائية لازم تكون، لازم كل كهربائي يكون ماشي فيها وبيعرفها، وإذا وبالكود لازم بيقولوا لك إنه مثلا إذا تشتغل بهالدارة لازم تقفل البريكر، لازم يكون معك قفل ومفتاح، وفي قواعد إنه هذا مثلا القفل ما بيفتحه غير ما بيشغله للبريكر غير لحط المفتاح، إذا صار شيء وتشغل بتحمل مسؤولية اللي فتح البريكر اللي هو شغل الدارة يعني. لذلك القوانين هون كافية، بس طبعا بيتبع الواحد لحتى يكون سيف. صفا بتقول لك ما شاء الله ربنا يحميك، وإحنا بندعي لك ربنا يحميك يا رب. لما بتقول لك أنت فعلا كلام جميل، وأنت نموذج مشرف لكل السوريين بكندا، وفعلا نفتخر فيك. ياسر بقول إن شاء الله أعمل مثلك. أنس شجعني، والأستاذ مطاع أكيد إحنا بنشجعك وأنس بشجعك. أنا أنا من عبر هالقناة بقول له ياسر أنا جاهز لأي خدمة، وقلت له يا من قبل، بس هو بده شوية همة، هو يلا بده شوية حركة يا عم. إن شاء الله. صفا بتقول إن شاء الله بتصير ماستر إلكتريشن. صفا عندها أنا كنت أتعلق، مو سؤال بس شكله عشان لو قال الإنجليزي بخربت العربي، كنت بقول هاي هي أهم شيء، سلامة سلامتك وسلامة غيرك. يس سوري إحنا فكرنا سؤال بس أكيد وصلت الهاي، هو مشكلة العربي والإنجليزي. سامر أرجو أن نسمع نصيحة للقادمين الجدد لإثبات الذات والاستمرار بالصعود في سلم النجاح. أهم شيء ثقة بالنفس، ثقة بالنفس. كل واحد عنده إمكانياته ولو كانت بسيطة لا تستهين فيها أبدا. يعني تربية الأولاد بالبيت، هلا بحكي على السيدات بشكل عام، تربية الأولاد بالبيت هي شغلة شاقة جدا. لا تقولي أنا بس قاعدة بالبيت مربية منزل، لا تقولي أنا بس بطبخ. هذا الطبخ هو إنجاز هون بكندا، أنت بتعرفي تطبخي، أنت يعني بدي أقول لك نسبتك يعني كل 10% من كندا بيعرفوا يطبخوا، أما الباقي ما بيعرفوا يطبخوا. أنت بتعرفي تطبخي، عم تشتغلي شغلة عظيمة، ربيتي أولادك، انت عم تساوي شغلات كثير عالم ما عرفت تساويها، ما عرفت، ما حسنت عليها. هي لا تعتبريها شغلات بسيطة، شغلات كبيرة. ثقي بنفسك، تحسني تطالعي هذا الشغل لبرا، ولو انه شغلة طبخ، تحسني تعملي مطبخ ببيتك وتفتحي بزنس وتشتغلي من وراء، بتعمل يعني بيجيب لك مردود كبير وتعيشي حياة مرفهة ان شاء الله. ان شاء الله. صفا بتقول لك أهم إشي الثقة بالنفس، كلمتين حكيتها، الإيجابية، وتبعد عن السلبيين اللي بيسحبوك لورا. أكيد. حسام تعليق على هذا الموضوع. تفضل. بالنسبة للبعد عن الناس، أنا وقت جيت لكندا في لي أصدقاء هلا هن شايفيني وبيعرفوني، كانوا معي بالمدرسة بنفس الصف. أنا وقت جيت لكندا بعرفهم إنهم هون بكندا، ما تواصلت معهم أبداً. لكي لا أدخل بمجال إني نحكي عربي، انزل على الطريق احكي مع أجانب، ما أفهم عليهم ولا يفهم علي، حاول بس لحتى أتعلم. وهلأ بصراحة سمعت اللي سمعته وقت اللي قابلوني وعرفوا هون، بس كان شيء لصالحي يعني، وأنا بعتذر منهم قدام المشاهدين كلهم، بقول لهم أنا بعتذر، بس هذا الشيء كان لمصلحتي أولا وثم لمصلحة الجميع، لذلك ما تواصلت معكم أول ما جيت يعني لحتى أقوي إنجليزيتي. ممكن لو تواصلت معهم ما كنت أحسن أقوي إنجليزيتي، كنت سهلت بالموضوع كان صار غير هيك. أكيد وأكيد يعني اللي بتحكي أنت يعني عشان تقوي لغتك، لكن لازم يكون عندك أصدقاء جيدين يحموك ويساعدوك. أكيد هذا شيء كلام صحيح 100%، بس إيجابي. نعم، بس الأفضل
هن موجودين وبيحموا، وطبعا هن مهمين جدا، بس الأهم إنه أنت تعرف لغة. إذا أنت ما بتعرف لغة هن ما راح يفيدوك، ما معك 24 ساعة. أنا فاهم شو بدك تحكي، أنا بدي أحكي المسج دايركت. أنت بتحكي مسج خاصة للأشخاص اللي بتجمعوا في تجمعات عربية، ومش غلط هذا إنه أنا أجلس مع جلدي، لكن هذا يمنعني من دراسة اللغة الإنجليزية وإتقان اللغة الإنجليزية اللي هي مفتاحي في هذه الحياة. فبروح بدل ما هو يروح يدرس له ساعتين زمان، بروح بقعد بشيشة ولا بأرجيلة عشان يقعد مع صاحبه يحكوا ساعتين بالعربي أو ثلاث ساعات، وراحت الله وما في لا دراسة ولا شيء. فأنا معك في الموضوع، لازم يركز. مو غلط نجتمع كمجموعة ونحكي نفس اللغة، بس الغلط انعزال عن العالم الخارج. يس، هذا هو الغلط. حسام بقول لك، هل تعرضت لحوادث كهرباء وماذا تعلمت من ذلك؟ هون بكندا ما تعرضت أبدا، الحمد لله الحمد لله. بسوريا تعرضت مرتين، بلبنان مرة. نعم، هو الكهرباء خطيرة يعني، مش جدا. حياتك الاجتماعية، هل تختلف بمن هم في نفس مجال عملك يعني في الكهرباء؟ هلا اختلاط كتواصل عائلي لا أبدا، بس كاختلاط كشغل طبعا. بس أما هلا هو أغلب الكهربائيين تعمل معهم كنديين، ما بعرفوا لا واحد عربي يعني، لذلك ما في هال يعني التواصل الاجتماعي العائلي، ما في تواصل. بس بالشغل أحيانا مثلا في برنامج هو اللينك إن، في كتير من أصدقاء كهربائيين ضمن البرنامج، بس عبارة عن كومنت أو شير أو صورة وهيك شيء يعني، ولا أكثر ولا أقل. صفا بتقول لك مو تبعد بالمرة يا أنس، ابعد عن السلبيين. هاي خلاص تعلمت إنجليزي، ارجع لحبايبك واللغة بتيجي إن شاء الله. جنة من غير ناس ما بتنداس أكيد. أنا ما بس نستغني عنهم أكيد. الله يحفظ لك. أنس، يعني إحنا اليوم تعلمنا صراحة كتير. يجب الابتعاد عن وضع تلفزيون عربي في كندا حتى تمكن في اللغة. مزبوط يا ربا، هذه كلام سليم 100%، بس هذا مو سليم بالنسبة للأولاد إذا تعلموا العربي. صح، بتصير سلاح. نعم. أنس، يعني إحنا اليوم صراحة تعلمنا منك كتير واستفدنا منك كتير، وطلع يعني الموضوع مش موضوع المعقد واللي بخوفوا الناس، يعني تقدر تمشي فيه، بده شوية شغل، بده شوية مثابرة، فيش شيء بيجي ببلاش. نعم، هو بس إنه حط هدف إلك، متى ما حطيت الهدف خطوة ورا خطوة بتصل. أما طول ما أنت قاعد ما عم تسوي شيء، ما حيصير شيء أبدا. حط الهدف تبعك وقول يا رب، خطوة خطوة بتصل إن شاء الله. طيب بدنا ننهي، بدي آخر كلمة للجمهور، بدي نصيحتك لكل من يسمع هذا الفيديو، سواء معادلة شهادة الكهرباء أو أي شهادة تقنية، شو بتحكي له؟ بدي أقول له أنا أهم شيء إذا أنت معك مهنة وجاي فيها من برا، تمسك فيها، لا تغير مهنتك. كثير من العالم اجت لهون ككهربائيين واشتغلوا غير مجال الكهرباء، وبعد 6-7 سنين وعيوا على حالهم وبلشوا بالمعادلة بعد 7 سنين. انت لا تكون مثل حكايتهم، لا توصل لهالمرحلة. خلي هدفك واضح من لحظة نزولك بالمطار. انا من قبل ما اجي لكندا عم اقول بدي اصير كهربائي. صح جيت لقيت صعوبات كبيرة وصعوبات جمة، بس كلياته بنحل. بدأ قاعدة وهدوء، طالع ورقة وقلم، اكتب شو العقوبات، شو العقبات، بتلاقي الحل مباشرة. وإذا طلع لك شغلات ما تعرف شو شلون تحلها، سؤال كله بجاوبك هون. طيب. في بدال المنظمة 10 منظمات، بدال الشخص كذا شخص بيساعدك، اطلب والكل بيساعدك. أهم شيء إنه توصل للهدف اللي أنت فيه، لا تستغني عن مهارات اللي أنت جيت فيها. أنا يعني مبسوط كتير صراحة يا أنس، أول شيء في التعرف عليك، شاب رائع، شخصية رائعة. مرة تانية بنحكي إنه ما شاء الله يعني الكل بشكر فيك، وأنا من اللي شفته اليوم وجهك منور، الله يحفظك ويعطيك ألف عافية. هذا من زواج، شكرا كثير لك.
وباسم كنار تي في وباسم جميع المشاهدين والمستمعين بنشكرك على اعطائنا هذه الفرصة انه نتكلم معك عن هذا الموضوع المهم اللي فعلا بيقرق كتير ناس بيجوا على كندا وما بيعرفوا شو يسووا، بخافوا يسألوا، بخافوا يروحوا يسووا الامتحان، لا بنقولهم ما شاء الله يعني ال 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 زي ما بيحكوا المعلومات موجودة، بس بدك شوية انك تبحث عنها، تغلب حالك شوية، تطلع بهالسيارة تشوف، توصل للواي ام سي اي او احد المراكز، تقرأ على الانترنت، تستمع من اشخاص فعلا مروا بهذا الموضوع. يعني صراحة افدت كتير ناس، ان شاء الله ربنا يجزيك الخير وتكون في ميزان حسناتك. أجين بحكي إذا في حدا بحب يتواصل مع الأخ أنس ممكن نحط رقم تلفونه عشان تتواصل معه على أي أعمال كهربائية بتحبوها في مدينة أوتوا. مشكور أنس كثير. أنا بدي أتشكرك على الاستضافة وشكرا لك ولكل المشاهدين، وبدي أضيف على كلامك شغلة واحدة، أنا جاهز لأي مساعدة تطلب مني ضمن إمكانياتي طبعا، إذا حدا بده مساعدة شيء ما فهمه بالمعالجة، شيء صعب عليه بده شرح ما فهم شو بيقصده بالمعلومات اللي حاطينا، انا جاهز ضمن استطاعتي ومن وقتي طبعا، بس انا قاعد ساعد مين ما بيطلب ان شاء الله تعالى. الله يعطيك العافيه. بنذكركم بلقاءاتنا يوم غدا الساعه 7 حيكون معنا احلى مطبخ مع ناديه، والساعه 9 حتكون حلقه طبيه مع الدكتور فاروق، تابعونا ان شاء الله غدا الساعه 7 والساعه 9. نراكم وتصبحون على ألف خير. تصبحون على خير.